مشاهدينا الكرام، مشاهدي مصر التعليمية، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وتبسيط العلوم. في حلقة سابقة كنا قد بدأنا معا سلسلة حلقات عن مادة التاريخ للصف الثاني الثانوي، تحدثنا فيها عن العرب قبل الإسلام، وكان في ضيافتنا في هذه الحلقة الأستاذ هاني عنتر الصابر، كبير معلمي مادة التاريخ بوزارة التربية والتعليم. برحب بحضرتك معنا في هذه الحلقة أيضا، واستكمالا لسلسلة الحلقات القادمة بمشيئة الله، هذه الحلقة سنتحدث فيها عن ظهور الإسلام، ولكن قبل البدء يمكننا عمل مراجعة سريعة لما تم سرده تاريخيا عن العرب قبل الإسلام في الحلقة السابقة. أنا برحب بحضرتك وبرحب بأبناء الطلاب. انا عايز بسرعه يجهزوا نفسهم معايا واذكروا نفسهم باللي احنا اتكلمنا فيه. اتكلمنا قبل كده عن الحضارات اللي شهرت في شبه الجزيره العربيه وظهور هذه الحضارات وانتشارها. اتكلمنا عن الديانات والعبادات اللي انتشرت. اتكلمنا برضك عن بعض الامور وبعض الحاجات اللي ظهرت عند الحياه الاجتماعيه، اتكلمنا فيها وطبقات المجتمع وازاي ان هو كان مكون من 3 طبقات والعادات الايجابيه، وشفنا فيلم المره السابقه عن بعض العادات السلبيه وبعض العادات، احنا شفنا الناس بتحترم بعضها، ليها بعض الافكار الجيده، بيهتموا ببعض، اغاظه الملهوف، الاهتمام بالوعد، الامانه، بعض الصفات، وفي بعض الصفات الاخرى زي وأد البنات ومهاجمه القوافل وشرب الخمر ولعب الميسر، ودي كلها كانت حاجات سيئه. المراه العربيه شفنا كانت بتساعد ازاي زوجها وكانت موجوده في البيت، وهناك بعض النساء التي وصلت لمرحله عليه، الملكه بلقيس ملكه اليمن، وهي امراه وصلت للحكم، محدش يقول المراه ظلمت في عند العرب، لا، اللي بيقولوا علينا ان احنا ظالمين المراه دايما، المراه سبقت لدى العرب غيرها من باقي الشعوب، المراه وصلت لان تصبح ملكه. والملكه بلقيس ملكه زانوبيا في تدمر، وايضا هناك سيدات اعمال. لا نقول ان الذين رجال اعمال فقط، لا، الحضاره الاسلاميه والحضاره العربيه فيها ايضا سيدات اعمال. المراه فيها، نعم، السيده خديجه بنت خويلد سيده اعمال من الدرجه الاولى، نعم، ولديها تجارتها ولديها مالياتها الخاصه. ايضا لما نيجي اتكلمنا عن هذه الامور واتكلمنا ازاي ان الحضاره الاسلاميه سبقت الكثير والحضاره العربيه. النهارده هنتكلم عن الحضاره الاسلاميه وظهور الاسلام، ملامح من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا عايز هنا في حاجة عاملها اسمها نهر الحياة. إيه نهر الحياة ده؟ هنعرض نهر الحياة مع بعض. بجيب أو أنت بتذاكر حاول دايما إنك أنت تساعد نفسك، ما تمسكش الكتاب وتقعد تحفظ. هذا ليس كتاب مقدس، هو كتاب للعلم قابل بعض المعلومات اللي فيه إنك أنت تحفظها وبعدها تفهمها وبعدها تشعر بها. يجب أن يكون للطالب تفكير ناقد وتفكير إبداعي. الاستراتيجية بتاعتنا بتاعت نهر الحياة، أنا جايب نهر، صورة نهر عادي جدا، وهوزع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. هنشوفها مع بعض. أول حاجة، ولد بمكة الرسول صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية في حياته، الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم تربى في بادية بني سعد. المرحلة الثالثة، رسول الله صلى الله عليه وسلم والده توفى وهو قبل أن يولد وأمه توفت. نعم. وجدنا بعد كده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يعمل بعد ما تربى في بادية بني سعد، بدأ يعمل في مهنة الراعي، عمل برعي الغنم، خرج للتجارة أولا مع عمه، وبعد كده خرج في التجارة حر. حر إزاي؟ السيدة خديجة بنت خويلد لما عمل بالتجارة معاها وبعد كده تزوجها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لديه وعاداته الخاصة. رسول الله كان يخرج للتعبد. يا رسول الله ماذا تعبد؟ أعبد الله عز وجل، ما هو من الحنيفية. كان يخرج لا يترك كل مكة ويخرج فوق جبل، وهذا الجبل كان يبقى في غار أطلق عليه اسم غار حراء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه حتى نزلت الرسالة عليه. وبعد ذلك بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ينشر رسالته بين أصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم فضل ينشر الرسالة سرا 3 سنوات حتى أمره الله صلى الله عز وجل بنشر الدعوة وأنذر عشيرتك الأقربين، وهنا بدأت مرحلة أخرى. هنشوف الصفحة الثانية برضك، أنا عامل هذا النهر لنكمل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طبعا
قام المشركون بتعذيب المسلمين، وشفنا صور التعذيب بتاعتهم. بعض المسلمين هاجروا للحبشة، وبعض المسلمين بقوا هناك ما عرفوش يهاجروا. حاول المشركين أكتر من مرة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا هجرة الرسول من مكة إلى المدينة، وهذا الأمر كان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه مكره. الرسول لم يكن يريد الخروج، والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب بلده. ده يا أولادنا بصوا لشيء هو الانتماء، فكرة الوطن، فكرة الانتماء الوطن. الانتماء والوطن. الرسول صلى الله، طب ما هو مكة جنب المدينة مش بعيد. لا يا جماعة، الانتماء، رسول الله صلى الله عليه وسلم لديه الانتماء، يعلمنا الانتماء، يعلمنا كيف تتمسك بمكانك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر لخط حياته. قام المشركين، شفنا بتعذيب المسلمين ازاي. المرحلة اللي بعد كده المشركين حاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فطبعا بدأت الهجرة للحبشة، وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده من مكة إلى المدينة نتيجة ما حدث معه. طيب، سمات من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لنا أن نفخر بأن هذا الإنسان الذي وهبه الله النبوة كان لديه مجموعة من الإمكانيات اللي بيمتلكها إنسان يتحول إلى إنسان في عصرنا الحالي نقول عليه متميز ومتمكن ومثالي. نعم. مايكل هارت ألف كتاب اسمه العظماء 100، يقول في كتابه العظماء 100 وأعظمهم محمد، وجعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم العظماء من وجهة نظره، وهذا الرجل غير عربي وغير مسلم. إذن غير المسلمين أحضروا فكرهم واستحضروا، وبالفطرة تستطيع أن تعرف قيمة هذا الإنسان لديه قدرة على حل المشكلات. عبقريته لما اتخانقوا مع بعض الكعبة حصل فيها نتيجة أحد السيول انهدمت، قرروا إعادة بنائها بنوها. طب الحجر الأسود أهم قطعة فيها، الحجر الأسود كل القبائل مسكت في خناق بعضها، يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يفرد رداءه ويضع الحجر الأسود ويجعلهم يرفعوا، كل قبيلة رئيسها يمسك من جحية من الثوب ثم يضع بيديه الشريف الحجر، هو اللي وضعه. ده ذكاء. رغبته في التفكر وذهابه لغار حراء ليخلد نفسه، مناصرته للمزلوم. في أحد المرات رسول الله لم يكن ضعيفا، رسول الله كان يتمتع بالجرأة والشجاعة. في أحد المرات ظلم أبو جهل أحد الأشخاص فوقف بين الناس يقول لقد ظلمني عمرو بن هشام، وهذا اسمه الأصلي، فمن ينصرني؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له مالك؟ قال لي حق. فأخذه الرسول وذهب لعمرو بن هشام اللي هو أبو جهل وقال له هذا الرجل حق عندك. أبو جهل لم يناقش، دخل فأحضر حق الرجل وأحضره له. طيب إيه تقييمنا للصفات ديت؟ إذا اجتمعت في شخص، ناهيك عن الصفات الأبدية اللي احنا بنتحدث عنها اللي هي صفات الصدق والأمانة والصفات الإنسانية المفروض موجودة في الإنسان ولكنها مكتملة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرحمة والاهتمام بالمساكين والفقراء والانتماء إليهم قبل الأغنياء، كل ده جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم محط ثقة ومصدر من مصادر الاحترام لكل العالم. الوحي عندما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، نتفرج على دور المرأة المسلمة، هي ما كانتش مسلمة، دور المرأة العربية. السيدة خديجة اللي حصل أول ما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول ارتعش واتخض وخاف، ما هو مش عادي ان واحد ينزل عليه وحي من السماء. جرى عليها، طمنته وقالت له يعني انت بتغيث الملهوف وبتخجأ وبتساعد الناس، بس هنا برضك بتعلمنا رسالة السيدة خديجة، اللجوء لأهل العلم. السيدة خديجة ذهبت لورقة بن نوفل، تعال عرفني ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي بيحصل، تخيل اولادنا هو بيتكلم شخص بتلجأ لأهل العلم، يجي ورقة بن نوفل يقوم قايل لا ده انت النبي ويعرفه، يعني دعمته ووقفت بجواره وفضت بجوار الرسول. عشان كده الرسول ما انساهاش ابدا. الرسول بيحب السيدة خديجة رضي الله عنها وكان دايما يتذكرها. يا جماعة، نصف عدد مسلمين العالم كان امرأة. السيدة خديجة عندما آمنت هي أول من آمن على الإطلاق على وجه الأرض بالرسول، فأصبح عدد مسلمي العالم 2، رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة. يعني في مرحلة من المراحل كان نصف عدد مسلمي العالم امرأة، ودوت احترام. عشان كده الإسلام والرسول تحديدا اهتموا بالمرأة، ودي قيمة لازم ناخد بالنا بيها
في دروسنا الإسلامية وفي دراستنا للتاريخ، التاريخ الإسلامي احترم المرأة وقدرها. طيب، مراحل الدعوة الإسلامية في مرحلتين، المكية ودي 13 سنة قادهم الرسول وأبقاهم الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، نعم منهم 3 سرا و10 جعلا. وعند المرحلة المدنية ودي 10 سنوات، ودي اللي فيها التأسيس والبناء. المرحلة المكية مرحلتان، فيها مرحلة سرية 3 سنوات، رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به 59 شخص، معظمهم من الشباب، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالشباب، عشان كده الدولة لازم تهتم بالشباب، الدولة بتهتم بالشباب، ما هو قدوة عندنا رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم، الصلاة اهتم والسلام. بالشباب، وأول من دخل الدين وأول من نصر الدين. المرحلة الجهرية، وديت أمر من الله عز وجل بأن يشهر الدين وأن يعلنه. طب قريش بقى هتعمل إيه؟ هتسيب النبي صلى الله عليه وسلم يعمل اللي هو عايزه، ينشر دعوته؟ لا، نشتغل عليه. إزاي؟ أول حاجة بحرب الشائعات والأكاذيب. إحنا بنسميها دلوقتي العلماء بيسموا حرب الشائعات والأكاذيب دي حروب الجيل الرابع. نعم يعني دول بدأوا من أقوى شيء. عشان تهدم مجتمع تتهم من فيه بالكذب والإشاعات. طب تخيل إنك بتتهم أفضل خلق الله بأنه هو كاذب وفيه صفات كثيرة، بعد كده ما فيش فايدة. ما هو أنت بتقول عليه كاذب، كاذب إزاي وأنت طول عمرك بتسميه الصادق الأمين؟ بالضبط، تناقض رهيب. طب ده خاين للأمانة، خاين إزاي يا جماعة؟ ده أنتوا سايبين أمانتكم لحد ليلة الهجرة. طب أمال إيه؟ طب نلجأ لحاجة تانية، نتفاوض ونساوم، وده طريق تاني، أسلوبه هو، لجأوا للمفاوضة والمساومة. يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عبد المطلب اترك لنا الرسول، طيب طب قول له يسيب الدعوة. الرسول يقول لو تركتم القمر في يمين، الشمس في يميني والقمر في يساري اتركها. المقاطعة الاقتصادية، هو أنت يعني يا عبد المطلب أنت وأهلك واقفين معاه؟ عبد المطلب كان ينصر الرسول، ليست نصرة إيمان ولكن نصرة عصبية. العصبية القبلية، القبيلة تهتم بمن فيها، وأي فرد من القبيلة مهما كان دينه هو شخص من القبيلة، فوجدناه اهتم به ونصره. يوم محاصرين كل آل طالب، بني هاشم في شعب آل طالب، ثم بعد ذلك لجأوا إلى الإيذاء والتعذيب. طبعا كل هذه الأمور خاضوها معاهم. طب الرسول صلى الله عليه وسلم هيواجه الأمور دي إزاي؟ واجه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمور دي بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والتحمل، وبدأ يبحث عن مراكز جديدة لنشر الدعوة خارج، وبدأ يفكر في إزاي ينقذ المستضعفين من المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم، عايزين بقى هنا التفكير يا جماعة، التفكير النقدي، حرب الشائعات والأكاذيب شفناها واتهامهم ليه، ده كمان شغاله عليه مين؟ عمه. عمه لما عم واحد يقول لك ده كذاب، نعم ده يعني فاضل مين؟ طيب تعال نشوف برضك من هناك الحاجات التانية، التفاوض المساومة احنا اتكلمنا فيه، اتكلمنا عن أساليب أخرى زي الإيذاء والتعذيب، نعم وشفنا المقاطعة الاقتصادية في شعب أبو طالب 3 سنوات. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم نأتي لأساليب الرسول عليه أفضل الصلاة مختلفة. والسلام في مواجهة هذا العداء الرهيب من قبل قريش. يا أولاد احنا عايزين ناخد بالنا من فكرين، فكر ترهيبي وفكر ترغيبي. مكة ترهب المسلمين، تقتل وتطرد وتنافس وتعذب وتفعل كل شيء وتطلق الشائعات. الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أنه هو بيعمل حاجة تانية. الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكمة بالموعظة الحسنة، اصبروا تحملوا صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة، البحث عن مراكز جديدة. ايه ده؟ تفكير سابق، انتوا بتحاربوني هنا، طب انا هاجي لكم من ناحية تانية، ادور على المسلمين في حتة تانية، عرف الناس الاسلام، انشروا، انقذ المستضعفين. يا جماعة يا اولادنا لازم تتخذ، الولاد لازم كده فكر الاسلوبين، قيم دوت هو التفكير اللي بنسميه النقدي، يجب ان يكون لديك تفكير نقدي، يجب انك انت تجد فرق ما بين اساليب رسول الله صلى الله عليه وسلم واساليب قريش اتجاه المسلمين. طيب كيف عمل الرسول على نشر الرسالة في الخارج؟ طبعا بالهجرة للحبشة في العام السابع، والرحلة إلى الطائف، والطواف على القبائل. الهجرة للحبشة احنا معانا فيلم قصير عن يا الهجرة ريت للحبشة. نعرضه عن ما حدث في الحبشة مع الهجرة الأولى للهاربين من عذاب قريش،
أول من آمن بالرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وكانت المواجهة الأولى بالتعذيب وإيقاف كل ما هو في مصلحتهم للتراجع عن الدين الإسلامي. هنشوف مع بعض أول هذه المشاهد. اتفضل. هجر المسلمين من مكة إلى الحبشة، كان على رأسهم جعفر بن أبي طالب. أهل مكة ما سكتوش، ما هو لازم برضك، إزاي ناس تمشي من ورانا، إزاي نروح لناس تعبد ربنا في أي حتة تانية؟ خد الرسالة التانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه اختار الحبشة؟ الحبشة أرض مسيحية وملكها مسيحي. رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار أرض يعبد فيها الله. ده بيقول التواصل مش التنافر. دي رسالة أخرى من الأديان، رسالة من الرسول صلى الله عليه وسلم لاحترام جميع الأديان، احترام الأديان. ده بيلجأ لرجل غير مسلم مؤمن بديانة أخرى وهي الديانة المسيحية، دليل أن الإسلام وأن المسلمين يجب أن احنا ما فيش عداوة، في تواصل الديانات تواصل. وهذا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي أرض لا يظلم عليها أحد، فيها ملك لا يظلم عنده احد. طب هذا الرجل دوت ايه؟ يعني مسلم زينا ولا حنيف؟ يا جماعه مش كده، هذا الرجل مسيحي. اذا الديانه المسيحيه فيها كده، وهو عشان كده امر بالهجره الى الحبشه. فشلت قريش في انها تستعيد الناس عن طريق عمرو بن العاص اللي ارسلته. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قرر يعمل ايه؟ قرر ان هو يخرج في رحله الى الطائف. طيب رحله الطائف ديت ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت بتروحها؟ حصلت عندنا حادثتين جعلوا ما يطلق عليه باسم عام الحزن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفى اكبر داعمين لرسول الله، عمه ابو طالب وزوجته السيده خديجه رضي الله عنها. من هنا بدات الرسول صلى الله عليه وسلم عايز ينشر الدعوه. اتجه الى الطائف، فوجئ بسوء المعامله من اهل الطائف. رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب لو لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، هنشر برضك الدعوة، أنا خلاص أنا اخترت. طب مراحل تطور الدعوة حتى الهجرة إلى يثرب، قريش بتعذبه، عايزين نشوف التطور دوت هيبقى ماشي قصادنا. قريش بتأذي المسلمين بيهاجر، أنا عايزك ترتب عقلك، عايزك أنت وهو ولادنا يرتبوا عقلهم. بالظبط كده، شوف إذاء قريش. بعديها يبدأ الهجرة للحبشة. بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل رحلة الطائف. تتبع اربط الأحداث سبحة واحدة. الطواف على القبائل، الرسول بيلف على الناس. بعد كده لحد ما نجحت الخطوة الأولى، بيعة العقبة الأولى لما يجي 12 واحد من المدينة، أو ويجي بعد كده بيعة العقبة الثانية، وبعد كده يبدأ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قررش، ما صحيش من النوم قال أنا هاجر. ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل اداله كل يعني الكثير والكثير من العلم، ومع ذلك الرسول يعطينا مجموعه من الدروس. التخطيط، عليك ان تخطط لاي شيء قبل ان تفعله. اول حاجه انا عندي امانات لازم ترجع، علي بن ابي طالب هذا عملك، هتستمر وهتتواجد؟ طيب مش خايف على علي بن ابي طالب؟ العرب رغم كل شيء كان لديهم النخوه، لا يقتل رجل لديه امانه. هو مش محدش يقول ايه ده سايب علي ابن ابي طالب ومشي، لا، هذا الرجل يعيد الامانات، قاعد عشان وظيفه. وهم العرب ما كانوش، كانت رغم عيوبهم انما ما كانوش يقتلوا واحد. وعلي كان ابن سيد بني هاشم عبد المطلب. اختيار المرافق واختيار الرحله والخطه والاحتياجات، ما قالش يلا بينا، ما هو احنا بنتوكل على الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نعد العده لكل شيء. احنا هنحضر الراحله وهنعرف طريقنا وهنجيب الدليل ونشوف احتياجاتنا ايه، محتاجين اكل وشرب وراحله وزميل للرحله ومحتاج كل ده. بعد كده نحدد الطريق، هناخد طرق. طب ما ده محتاج دليل، والدليل ده قد يكون غير مسلم. عبد الله بن اريقط غير مسلم يا جماعه. نعم. ايه ده؟ احنا نستعين بمن؟ استعين بمن لديه خبره، ولا تستعين بمن لديه مع بحبه او قريب عليه. لا لا لا، هذا ليس امرا من امور الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدا يحدد الادوار. عبد الله بن ابو بكر انت دورك انك انت الامداد والتموين، انت اللي هجيب لنا، احنا هنقعد في غار وهنستخبى في غار ثور، وانت اللي هجيب لنا الاكل والشرب عشان ما حد يشوف، وهيخلي احد برضك المسلمين يمشي بالغنم عشان يضيع الاثار. اسماء بنت ابي بكر
انت عليك بقى اذا كان عبد الله ابن اسف عبد الله ابن ابي بكر هو يرصد التحركات اثناء هي الامداد والتموين، عبد الله ابن اريقط انت الدليل. في فيلم صغير احنا عاملينه عن الهجره النبويه ومدته مش كبير، ارجو ان احنا نشوفه. هنشغله مع بعض ونشاهد هذه المشاهد خاصه ب ما حدث أثناء ظهور الإسلام وما بعده، والعداءات التي أحدثها وأحدثتها قريش ضد الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وأتباعه لإرجاعهم عن دين الإسلام. دي مشاهد من هذه مشاهد طبعا من الهجرة. تخيل أن يكون خيط من العنكبوت هو سلاح من أسلحة الله عز وجل ليحمي نبيه. أبو بكر قاعد تحت بيبكي خايف، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ما بالك باثنين الله ثالثهما، الأدلة تصل إلى هناك ومع ذلك يفشلوا. يتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أو يثرب بطرق غير مألوفة، طرق متعبة، أي حد يمشي فيها في المرحلة دي يتعب، مش هيوصل بسهولة. كنوع من التمويه لأن الحقيقة كانت العروض والجوائز لمن يستطيع الإمساك بالرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه كانت مغرية وكثيرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكاؤه في اتجاه أو أخذ طرق غير معتادة في الهجرة هي أيضا درس من الدروس الجميلة لكل إنسان. الرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قرر أن يهاجر اختار طرق غير مألوفة، لدرجة أنه لم يكن في اتجاه يثرب على الإطلاق. طب ده المسلمين بيهاجروا ليثرب وانت مش رايح على هناك، يعني خط الأدلة اللي ماشي وراه شايف الدليل اللي ماشي في الصحراء مش لاقي اتجاه الى يثرب، ده واجه اتجاه في ناحية تانية. غير ثور اللي اختبأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاه الآخر من اليثرب وليس في اتجاه يثرب. وده هو الدليل اللي احنا التخطيط الجيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مخططا جيدا ومميزا. الصحابة احنا شايفين واقفين ازاي في انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واهل مكة واهل يثرب وكلهم يقفون كانوا بيغنوا طلع البدر علينا. احنا فيه هوة الناس بتحتفل، الاحتفال مباح في الاسلام، بتحتفل برسول الله. ورسول الله اول في بمجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخل المدينة، هذا الرجل من صناع الدول لم يقف، ما قالش احنا خلاص دخلت المدينة الحمد لله انا وصلت، الحمد لله انا وصلت، ما قالش بقى نقعد بقى نستريح، ليس هو الانتصار الاخير، هذا بداية هذا هذه البداية. ما كان سابقا قبل الهجرة كفاح من اجل نشر الدعوة، اما الان فهو كفاح لاقامة الدولة. عشان كده هنطلق على هذا الدرس اسم دعائم بناء الدولة الإسلامية. أول خطوة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر خلاص وقرر أنه هو يعمل هجرته. بدأ راح المدينة، عمل خطوة مهمة قوي. أين يقيم رسول الله؟ ترك ناقته وقال لهم اتركوا الناقة فهي مأمورة مكلفة ومكلفة. وأنا في جزء صغير جدا جدا عن الناقة، فيلم مادة فيلمية صغيرة جدا عن الناقة، يا ريت نعرضه أثناء حديثنا وسردنا لهذه القصة المثيرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما يذهب إلى هناك يبدأ اتركوا الناقة فإنها مأمورة، فتسير الناقة وحدها وتتجه إلى المكان الذي أمرها الله عز وجل بأن تركن فيه، فجلست وبركت في هذا المكان. إذا هذا المكان أمر الله عز وجل أن يكون هو مكان للمسجد والبيت. رسول الله صلى الله عليه وسلم رد في منتهى الذكاء عندما يقول اتركوا الناقة فهي مأمورة، ما حدش هيزعل. المدينة فيها الأوس والخزرج كانوا يتسابقون لاستضافة الرسول عليه الصلاة والسلام. طب أرض مين؟ هزعل الخزرج ولا زعل الأوس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ردا مثاليا. هذه هي الناقة، وعندما قال اتركوها فهي مأمورة صارت الناقة وصار الناس خلفها في الطريق. واللحظة التي ستبرك فيها الناقة هي لحظة بناء المسجد وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. إذن لم يكن في هذا الأمر بالذات شورى، بل هو تكليف وأمر من المولى عز وجل ببناء
بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجده الأول في المدينة في هذا المكان. هو أمر من الله عز وجل ولم يكن أمرا مألوفا أن يكون الأمر سينفذ عن طريق ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك مخلوق مأمور. شفنا قصة الفيل، نعم. مأمور، وده عندنا ناقة مأمورة، نعم. إن هي تجلس في مكان وتختار هذا المكان، عندما بركت اختير هذا المكان. الصحابة قاموا بالبناء، الصحابة وقفوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف ليشاهد أصحابه يبنون، رسول الله وقف ويدعم ويبني. كان دائما يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وكان يقف مع أصحابه ويقوم بالبناء ويبني بيده، والصحابة يقومون بالبناء يقومون بالبناء. وأول بيت بني للناس يا جماعة لم يبنى من الحجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يحبونه هناك في المدينة. نعم. لو قال ابنوا لي بيتا من أي شيء لبنوه، رسول الله يبني بيتا متواضعا. نعم. رسول الله يبني مسجد متواضع. مسجد الرسول كان عبارة عن إيه؟ مجموعة من جذوع النخل والطوب اللابن، وكيف بنوه، وبنوا هذا المسجد وعرش السقف بتاعه بالحصير، ولكنه بني على التقوى. وهذا هي الرسالة، نعم، بيت بني على التقوى، دي هي رسالة هذا المسجد. نعم. ورسالة هذا البيت. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم بردك شخصية تحب التخطيط وتحب أن ترى ما أمامها، إيه اللي هنعمله، مين اللي عايش، إيه وضع توزيع السكان. نعم. في المدينة المنورة. نعم. في مجموعة قبائل، في قبائل الأوس والخزرج، ودي تعيش في وسط الجزيرة العربية زي ما احنا ما شايفين، وعندنا في مجموعة من قبائل اليهود المهاجرين من اليمن بعد انهيار سد معاي، في منطقة اسمها مهزوز قريزة، في قينقاع في الوسط، وفي بنو النضير في بطحان، وفي قبيلة خيبر. يعني أنا عندي أربع قبائل يهودية، أربع قبائل يعني أعداد، خيبر والقينقاع وقريزة والنضير. أنا يهمني اللي داخل المدينة في اللي على حدود المدينة. طيب علاقة العرب باليهود كانت إيه؟ هل العرب واليهود كانت في المدينة كانت علاقتهم مع بعض ماشية وكويسة؟ اليهود عندهم مشكلة، ما لم أكن الأقوى ولقيت نفسي أقلية لازم تمزق كل اللي حولك عشان يكونوا أقليات زيك. أول ما دخلوا كان في عرب مقيمين في مكة، العرب في المدينة آسف، العرب اللي كان اسمها القديم يثرب، العرب اللي مقيمين في يثرب دول اليهود قاموا تصالحوا معاهم وعملوا معاهدة للتعايش ونعيش مع بعض وندافع عن المدينة سوا. نعم. تحدث هجرة من الأوس والخزرج للمدينة. نعم. والأوس والخزرج برضك إيه؟ من أصول يمنية، يعني زي اليهود من نفس الأصول، ولكن هنا بدأ يبقى إيه؟ في ناس تانية، فبدأت مرحلة الخلاف وتكوين الأحزاب، بدأوا يحاربوا ويقتلوا معاهم. لو الأوس والخزرج والعرب أقوياء واتحدوا عليهم، إذا نستخدم أسوأ الأسلحة، سلاح الفتنة والتفرقة، وده اللي حصل نتيجة شعورهم بالمنافسة. وفوجئنا أن هو العلاقة هنا بدأت بالصداقة وتحولت إلى هذه الأشكال، العداء ومحاولة التفرقة، وكالمعتاد دائما، وكالمعتاد. أستاذنا الكريم الأستاذ هاني عنتر الصابر، معلم كبير مادة التاريخ بوزارة التربية والتعليم، سعدنا بهذا السرد الرائع لمرحلة ظهور الإسلام، وهي المرحلة التالية للعرب قبل الإسلام في كتاب التاريخ للصف الثاني الثانوي. أشكر لحضرتك هذا العرض القيم. أشكرك يا فندم. أشكرك. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي مصر التعليمية، كنا معا وتبسيط العلوم. شكرا لكم، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله.